أمينة خليل بشخصية كوميدية مختلفة، تفكير مختلف وحياة مختلفة وكل حاجة. هو المسلسل خالط ما بين الدراما والكوميدي، دراما اجتماعية وكوميدي اجتماعية. بس أنا هسيب الموضوع هنا وانتوا هتتفرجوا وتشوفوا. والمسلسل اللي بتقصده أمينة هو خلي بالك من زيزي، من إخراج كريم الشناوي، تأليف مريم نعوم، وإنتاج إي بروديوسرز. خلي بالك من زيزي مسلسل إن شاء الله في رمضان 2021 يا رب. احنا هو مطحونين تصوير وأنا هربانة من التصوير، جاي أعمل الإيفنت ده وراجع لهم تاني. وبيتكون هالعمل من 30 حلقة وبتدور أحداثه بإطار درامي كوميدي، وبتلعب أمينة في شخصية زيزي حتى تتواجه العديد من المشاكل والتحديات. زيزي شخصية كوميدية، يعني هي ممكن تبقى شخصية درامية ولكن محطوطة في مواقف كوميدية جدا معظم الوقت. ويعتبر هالنوع من الأدوار مختلف عن اللي سبق وقدمتهم بأعمالها السابقة، ليها كل حاجة مختلفة، ليها طريقة كلام مختلفة ولوك مختلف وتفكير مختلف وحياة مختلفة وكل حاجة. بعمل حاجات جديدة كل يوم وبتعلم حاجة جديدة. وهالشخصية مش بس مختلفة وإنما من أصعب الأدوار اللي هتقدمها. أول لما تشوفوا حلقة الأولى كده هتفهموا قد إيه هو الدور كان صعب وقد إيه مختلف عن أي حاجة أنا عملتها. وبس هو فعلا هو دور صعب من أول ثانية، يعني هتفهموا هو مختلف قوي عني. كانت فين الحنية دي من زمان. وبيشارك بهالعمل عدد كبير من النجوم، في فنانين كتيرة طبعا أولهم وأهمهم أستاذ محمد ممدوح تايسون صديقي حبيبي. وفي ناس كتيرة جدا برضو معنا في المسلسل، علي قاسم، أستاذ صفاء الطوخي، بيومي فؤاد، محمد فراج، نهى عبدين، سلوى محمد علي، في ناس كتيرة جدا في المسلسل وأنا يعني بشتغل معهم كلهم. يعني ادعونا بقى أنه يطلع حلو إن شاء الله ويكمل على خير ويعجبكم يا رب. وكانت أمينة حققت نجاح كبير بمشاركتها بمسلسل ليلى اللي بدأ تصوير الجزء الثاني منه. لقيت مسابقة وفكرتها عجبتني جدا. وكانت انتشرت أخبار عن استبدالها بمنة شلبي، إلا أنه أمينة أكدت أنه الأمر غير صحيح والجزء الثاني قصة مختلفة كلياً بمشاركة أبطال جدد. ليه لا، الجزء الثاني قصة تانية تماماً بكاركترز مختلفة. وأنا يعني ببارك لمريم أبو عوف والمنة جداً جداً جداً، وأنا متأكدة أنه منة هتعمل دور رهيب وأن أكيد مريم هتبقى هتعمل حاجة أحلى وأحلى من السنة اللي فاتت كمان.